السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم هذا النوع ديال الحوت، غادي نعمره بالشرموله ديال الرز والخضره وغادي ندخلو الفران. وكنحتاجو في المقادير هذا النوع ديال السمك اللي هو كنقولو له برونزينو. كنحتاج للزيتون، الزيتون ديال الدار، شويه تزيين هكا. كنحتاج اليازير مع الزعتره هكا، معدنوس، وكنحتاج الخضره اللي عندك. بحال انا في هذه الحاله درت خيزو، القرعه، بطاطا، وهذا النوع ديال هذا البطاطا اللي موف حتى هي هكا كتكون، درت البطاطا العاديه وهذه، وواحد الفلفله حاره لتزيين، مطيشه، جلبانه. وهذا الرز سلقته في شويه ديال الخرقوم، 50 غرام ديال الرز سلقته في شويه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، وشويه مليحه. وكنحتاجو الملح، الابزار، شويه سكينجبير، وشويه ديال لابابريكا، والثوم. ونبداو على بركه الله. كنقطع المعدنوس مع الثوم والحامض المصير هكا، نرققهم هاد المكونات كلهم مزيان هكا. كنضيف لهم مليحه، شويه البزار، والسكنجبير، وشويه ديال البابريكا اللي هي تحميره، فلفل الاحمر الحلو، وشويه ديال الزيت، زيت الزيتون. وكنخلط هاد التوابل كلهم. كناخذ واحد الطاوه فاش غادي نصايبوا الحوت ديالنا، كنديروا ليها الزيت، زيت الزيتون هي الاولى لتحت، وكنحط فيها هاد الاعشاب ديالي المنسمه اللي هي اليازير وهاد الزعتره هادي هكا. كينسمو لينا الخضر مع السمك ديالنا. وكنبدا نستف فيها هذيك الخضر بالشكل هذا. بالشكل هذا كناخذو السمكة ديالنا هكا، كناخذو الرز. الرز كنضيف ليه واحد معلقة من هاد التوابل هادو هكا. كناخذ هاد التوابل هي الأولى، كنديرها من هنايا لداخل، كنعمر بها الرز، ندير فوقهم الرز بالشكل هذا. كنعمرها نفس الشيء بالنسبه للاخرى، وكنوضعوا السمكات اللي عمرنا في اللاطا بالشكل هذا هكا. نضيفوا لهم هذه الجلبانه، جلبانه مسلوقه واحد نص سلقه اوكي. هاد الشرموله غادي نضيف لها واحد نص حامضه، غادي نعمر هاد الشقاق هذا هكا.
وما تبقى غادي نوضعه فوق هاد الخضر. كنزينوها بالزيتون بما تشهد الصوري. كندخلوها دابا الفران حتى تطيب، نوريكم من بعد ان شاء الله. ندير شويه ديال الزيت هذا قبل ما ندخلو الفران. كنغطيه ب سميتو بحال مثلا انا هذا ما عنديش داك الليشو، كنغطيه بداك الليشو داك المكور. ما عنديش دابا غندير الخس، كندير حتى الخس ممكن ديرو. هاد القضيه مهمه هادي نسيت موريتهاش لكم ودابا قلت نوريها. كنغسلو مزيان هاد الخس هكا وكنحطو فوقه بهذا الشكل هذا، كنغطيه كله هكا. عاد ممكن نحطلو الالومنيوم لان الالومنيوم مسموم، حطينا كلشي ديك الخضيره زوينه والحوت زوين وكلشي، غادي نسموه بالالومنيوم. والالومنيوم بهاد البلاصه اللي كتبارك الفوقانيه ديالو هي اللي نعود نديروها مواليه للطياب، مواليه للعافيه، يعني اللي غادي تسخنوا هكا مزيان الماكله. هاد الاخرى اللي هنا هادي كتسخن دابا كتولي زرقاء، كتطلق هذاك الزروق هذيك الالومنيوم ديالها ديك السموم وكتمشي لينا فوق الاكل. لهذا غادي نديروا هاد العمليه هادي نوريها لكم. تبقاو ديروها في اي حاجه بغيتو ديروا الالومنيوم تستعملوا، ديروا دائما هاد القضيه هادي. تصاوا ونقلبوا وغادي ندير هكا. وعاد دابا غادي ندخلها الفران، غادي نخليها ثلث ساعه في الفران على 250. كنجهد عليه الفران باش دغيا كطيب هذيك الخضيره، ان الحوت الفوق هو دغيا كيطيب. نوريكم من بعد لطات الحوت ديالنا من بعد ما وجدات هي هادي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشجيعاتكم لقناه كوتشينا مينا. شكرا لكم على المشاهده.